يبدو أنه خدش بسيط، سأشفى بإذن الله. عليك أن تنتبه كثيرا في المرات القادمة. أنت واثق؟ أجل، يتحدث جميع زملائي عن بطولاتكم في فريق الإنقاذ وتفانيكم في أداء عملكم. شعرت بفخر عندما رأيت اسمك في اللائحة. إنك تتجه نحو تحقيق حلمك يا بني. ما الأمر؟ ألست سعيدا؟ بلى، أنا سعيد جدا. رائع، اعتني بنفسك جيدا يا بني. شرطي، ما العمل؟ عليك أن تتخذ قرارا بنفسك هذه المرة. اسمع، إنك تفكر في ترك الفريق والانضمام إلى الشرطة. لطالما حلمت بذلك، ولكن فكر من الآن. رأفت، لا تقلق، ستقدم إليك خالتك العلاج المطلوب. خالتي؟ أهلا ببطل فريق الإنقاذ، تعال نعقم جرحك في غرفة الإسعاف. لن أفقد الأمل. أهلا وسهلا بابن أختي، لا تقلق، سأعالج جروحك من غير أن أشارك بأي ألم. آسفة. أوقعتي مرة أخرى؟ عليك أن تنتبهي يا عزيزتي. ماذا؟ لا تعجب من ذلك، فخالتك تتعرض لهذا الموقف 100 مرة كل يوم يا بني. أنا آسفة، لنبدأ. هيا، علي أن أعقم ذلك الجرح بسرعة. أجل. نعم، أقلت حالة طارئة؟ لا تقلق يا دكتور، هيا. انتظر هنا ريثما أعود من قسم الطوارئ. اصطدمت سيارته بجدار بعد أن فقد السيطرة عليها. يبدو أنه فقد وعيه وهو لا يستطيع أن يتنفس. أيتها الممرضة. نعم. استعدي لبدء التنفس الاصطناعي، علينا أن نسرع لنرفع معدل نبضات القلب. إن ضغط دمه ينخفض. أنا آسفة. آسفة لأنني جعلتك تنتظر طويلا يا رأفت. مهلا، عرفت الآن الواجب الكبير الذي يقع على عاتق الطبيب. إذن هل استطعت أن تنقذ المصابة يا خالتي؟ كان هذا سهلا جدا. هل حرارتك مرتفعة؟ سأعطيك حقنة كي أخفضها. تعطينني حقنة يا خالتي؟ شكرا جزيلا، صرت على ما يرام والحمد لله. عثرت عليك سامي. دكتورة، بحثت عنك طويلا. ما الأمر؟ سأقيم احتفالا صغيرا في الحقيقة. احتفال؟ ستدعون لحضوره. أنا موافقة، هذا يسرني، شكرا لك يا دكتورة. إنه ولد لطيف جدا. نعم. هيا لأخذ الحقنة. ما قصتك؟ أجبني. لا يكلمنا منذ أن عاد من المشفى. لقد أعطوه حقنة ضد الالتهاب. تعالي رأفت من فريق الإنقاذ. فهمت، سأحضر في تمام الساعة 1 يا خالتي. لا بأس. من خالتك؟ الطبيبة التي عالجتك هذا اليوم هي خالتك، أليس كذلك؟ لنرى ملفها. إنها طبيبة مشهورة، وسمعت أن رأفت قضى جزءا كبيرا من طفولته برفقة خالته، سيذهب لقضاء عطلته معها. حقا؟ نعم، يخطط لقضاء إجازته برفقة خالته. أخيرا فهمنا. نعم. سلم على خالتك، لا تنسى. اطمئني، سأفعل ذلك. لا تذهب يا صديقي، لدينا مهمات علينا أن ننفذها بدلا من إضاعة وقتنا هكذا. سيضيع يوم تدريب آخر على فريقك، أرجوك لا تتأخر. اطمئن، سأحاول ألا أفعل ذلك يا أستاذ. مرحلك. أستاذ جواد، أنا آسف. أيها البطل، تستطيع أن تتابع التدريبات التي فاتتك عندما تعود إلى المقر. سأسمح لك بأن تتأخر. ماذا قلت؟ ستذهب مع خالتك، ولذلك لن أوكل إليك المهمات يا رأفت.
شكرا يا أستاذ. وداعا. ودعوا صديقكم يا أعضاء فريق الإنقاذ الآلي. هيا. لا بأس. ماذا يفعلون؟ رأفت، إلى اللقاء. هيا فكر. لا تقلقي يا خالتي، سأقرأ الآن في كتيب جميل عن قضاء أيام العطلات. لنتسوق. ماذا؟ ألقى الكتاب الذي أعددته؟ هل سيتسوق ونؤدي العمل عوضا عن؟ اهدئي قليلا، ما رأيك أن نخرج في يوم عطلتنا للتسوق؟ إلى أين سيذهبان؟ رائعة جدا. هيا أخبرنا برأيك عن تلك النزهة يا أستاذ. في الحقيقة كانت رائعة جدا، ولكن ما كان يجب أن يضيع وقت فريقه. لما لا ندعه يستمتع بعطلته يا أستاذ جميل؟ ينتظرنا كثير من المهمات يا أستاذ ياسر، ولا نستطيع تأجيلها. هذا صحيح. ماذا قلتما؟ ذهب رأفت كي يتنزه، إنه أناني جدا. إنكم وما علاقتك؟ أصمت! علي أن أتابع ذلك جيداً. شكراً يا خالتي. أخبريني ما سبب الاحتفال الذي سيقام في المشفى. سنحتفل بمناسبة شفاء سامي، فقد تعرض لكسور عدة بعد أن صدمته سيارة مسرعة. هل شفي من كسوره تماماً؟ نعم. أذكر أنك كنت تحب أن تلعب بالسيارات كثيراً عندما كنت في مثل عمره. هذا صحيح، أحببت السيارات الرياضية، اشتريت كثيراً منها. أنا سعيد لأن خالتي طبيبة مشهورة جداً. شكراً. أبلغ الأطباء جدك عندما ولدت بأنني لن أعيش لأبلغ العاشرة. لا تقلق، فأنا بخير كما ترى، لكن أحببت الطب كثيراً. أردت أن أصير طبيبة كي أخفف الألم والمعاناة عن الناس. وظبت على دراستي جيداً، تخرجت بعدها وعملت بجد. لقد أحببت مهنة الطب كثيراً لأنها مهنة إنسانية. أنقذت عدداً كبيراً من المصابين. لقد حققت حلمي. تابعي، هيا. لقد تحدثت كثيراً، أليس كذلك؟ انتهت تغطيتنا. شكراً جزيلاً لك يا أستاذ جميل. لنتابعهما. ولكن لا يحق لنا التطفل على الناس يا ربيع. رأفت، شكراً، كانت إجازة ممتعة. وداعاً يا خالتي. وداعاً. ما الأمر يا سيدتي؟ أجيبيني. حصرياً على التقديمة.com. شيئاً. أيتها الممرضة، أخبريني بنتائج فحوصي. رأفت، ما قصتك؟ أنا مرتبك قليلاً. قررت أن تذهب إلى قسم الشرطة في الغد، أليس كذلك يا رأفت؟ هل قررت أن تذهب؟ سنرتاح قليلاً لنحتفل بهذه المناسبة. لميز، ما بك؟
أظن أنك استفدت من كتابي حول أماكن التسوق. ماذا؟ لم يستفد من كتابك وذهب إلى شاطئ البحر. أيها الثرثار، أخبرني كيف عرفت بذلك يا ربيع؟ هل تلصصتم علي؟ كيف تجرؤ على ملاحقتي هكذا؟ يجب علي أن أترك فريق الإنقاذ الآلي. نشب حريق كبير في الميناء قبل ربع ساعة، استعدوا، سيخرج الفريق الأحمر في هذه المهمة. سيمتد الحريق إلى محطة الكهرباء المركزية المجاورة لموقع الحادث. أريد تقريرا بالأضرار التي سببها الحريق بسرعة. حاضر. هل قلت محطة التوليد الرئيسية؟ نعم، هناك مولدات كهرباء احتياطية، فلا تقلقوا أرجوكم، سأخبركم إذا ما وقع أمر الطارئ. خذ. ما هذا؟ أهي هدية؟ ابنعتها خصيصة لك يا صغيري. شكرا جزيلا. عفوا يا سامي. إنها رائعة يا دكتورة. تفضلي. شكرا لك. اسمعي، أنا أريد أن أصير طبيبا لأداوي الناس عندما أكبر. أحسنت صنعا يا صغيري، هذه أجمل هدية. نشب حريق كبير في مبنى المشفى بسبب انفجار وحدة توليد الطاقة هناك. ما وضع الإخلاء؟ لقد انتهينا من إخلاء جميع المرضى، سنتحقق أن العاملين قد خرجوا. رأفت، أرجو عليك أن تساعدها. أجبني، أين هي خالتي؟ رأفت، حاول أن تعثر عليها في الطابق السابع. سوف أجدها. رأفت، خرج جميع العاملين الآن ما عدا خالتك يا رأفت. سأنقذها. ماذا هناك؟ إن المكان خطير يا رأفت. كفى. رأفت، لن أسمح لك. هذا يكفي. توقف، هذا خطير جدا. سأذهب كي أنقذ خالتي. أيها الأحمق. لبيس، نسيت ما علمتنا إياه، عليك أن تهدأ قليلا يا رأفت. نعم، ما الأمر؟ إياك وأن تخالف قواعد فريق الإنقاذ، هيا قدموا الإسعافات الأولية للمصابين. حاضر، أنا آسف. خالتي. أرجو أن ينجح فريق الإنقاذ في إخلاء المشفى من جميع المصابين. رأفت، خالتي، أين أنت الآن؟ سآتي لإنقاذك، ولكن ما الأمر؟ ماذا هناك يا خالتي؟ تمهل أرجوك، اسمع، لا تحاول أن تنقذني. لا فائدة من إنقاذي يا رأفت، أرجوك لا تدخل إلى المبنى، هل فهمت؟ إياك وأن تدخل إلى هنا. ماذا؟ تحقق أن جميع المصابين أخلوا، هل تفهم؟ هل استسلمتي؟ لقد صرت طبيبة لتنقذ الناس وتزرع الأمل فيهم، فكيف تيأسين يا خالتي؟ رأفت، أخبريني أين أنت يا خالتي؟ يا إلهي، لقد فرغت المدخرة. ماذا؟ خالتي؟ رأفت، خذ خريطة المبنى. تتبعت إشارة هاتفها وهي في الطابق الثالث من المبنى. هيا ارتدي ملابس الإنقاذ. شكرا. أرجوك ساعدني، ساعدني أرجوك. هيا خالتي، خالتي.
ولدي. خالتي، هل تسمعينني؟ خالتي يا عفان. جيد، هيا. ما كان يجب أن تعرض نفسك للخطر. هيا اتركني، لم أستطيع الخروج من هنا. مد يدك. هيا يا خالتي. إذا أرجوك يا رأفت، لن أستطيع أن أخرج من هذا المكان. هيا. كفى، أنا من فريق الإنقاذ. هيا، تطوعت في هذا الفريق لكي أنقذ جميع الناس يا خالتي. لن أقبل، لن أقبل بأن أهزم هنا. لا تضيع الوقت يا خالتي. لن أهزم. هيا. رأفت، هيا لنسرع. هنا رأفت، معي مصابة. اتجه أيها الشرطي إلى القطاع الأول. هيا بسرعة يا شرطي. اسرع يا رأفت. أخرجوا سادة الهواء. حاضر. نجحت. خالتي، هل أنت بخير؟ أجيبيني أرجوك. شكرا، شكرا لك يا رأفت، شكرا جزيلا لك. خالتي، اسمعني جيدا يا رأفت، عليك أن تتابع مهمتك. هل فهمت؟ هل فهمت؟ أسعفوها. لميس، هيا. وأنتما عليكما أن تذهبا إلى مخارج الطوارئ بسرعة. حاضر. ماذا تفعلين عندك؟ هيا تعالي. كما أخبرتك يا أستاذ جواد، أظنه لن يلتحق بالشرطة. أنا آسف يا سيدي، نحتاج إلى طاقة ابنك في فريقنا. أنا سعيد جدا، ستتابع عملك في فريق الإنقاذ يا بني. خالتي، أنا من فريق الإنقاذ الآلي. لقد تطوعت في هذا الفريق لكي أنقذ جميع الناس يا خالتي. لن أفقد الأمل.